اليوم، لكن في نفس التوقيت هم يفكرون في عدم الخسارة. تمريرة، يا سلام، يوسف، جول جول جول! معلم يا راؤول، معلم يا راؤول، تمريرة من وحي الخيال، تمريرة من وحي الخيال عن طريق راؤول. شوف اللقطة الماضية، لمسة في توقيت همسة عن طريق يوسف في شباك رميحي، هدف أول في اللقاء في لحظة كنت أتحدث فيها عن مهمية النقاط الثلاث. شوف تمريرة، يا سلام يا سلام يا بلانكو غونزاليس راؤول، يا سلام يا الأسطوري. وشوف التعامل المثالي من يوسف أحمد في اللقطة الماضية وفي المحاولة الماضية، يضع الكرة في الشباك ويعلن عقيلي عقيلي عقيلي. هل يستخدم العقل ولا القوة في مواجهة الشباب، في مواجهة الشيب؟ عقيلي، جول 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 بعقلية اللاعبين الكبار. هادي عقيلي برزانة وعقل يضع الكرة في شباك الشيب ليعلن تفوق الخبرة على الشباب. في اللقطة الماضية يسجل هدف التعادل لمصلحة الملك القطراوي عن طريق الدول الإيراني. هادي عقيلي، إذن يتقدم نادي قطر إلى نتيجة التعادل، وتعود المباراة إلى الاتزان الآن وإلى التعادل بهدف لهدف. يسجل إذن هادي عقيلي، سجل قد في مرمى الاخرطيات من ركلة جزاء. الى طلال، يطلب من اللاعب خلفان التقدم، وطلق خلفان في الجهات اليمنى الان، يبحث عن مكان لعب كرة فيها محاولة امامية، يا سلام، في منطقة الجزاء، جول 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 جول! لمسة شباب الى صاحب الخبرة كرال، يضع السد الان في المقدمة ويسجل هدف في الانتصار بكرة فيها ايضا جملة في غاية الروعة. رد ودان يوسف لك يا راؤول، رد ودان يوسف لك يا راؤول. باللقطة الماضية، يا سلام يا خلفان، اسست ولا احلى، اسست ولا اروع على طينة الكبار وبردة فعل الكبار راؤول يضع الكرة في الشباك. شوف يا عيني يا زينك يا راؤول، يا زينك يا راؤول، استلام في غاية الروعة وكرة بعد ذلك سددها. ردة الفعل من الرميحي لم تكن بالشكل المطلوب والكرة في الشباك. السد يتقدم في الدقائق الست الأخيرة على نهاية